لو نظرنا حولنا لوجدنا الكثير الكثير من البشر يخافون الكثير الكثير من الأشياء. هم يخافون من الناس ومن كلام الناس، يخافون من رأي الناس وعلى كرامتهم وصورتهم أن تداس. هم يخافون من الحسد ومن العين، يخافون من السعادة والوناسة، يخافون من بكرة ومن قلق التعاسة، يخافون من الحب خوفا من فقده، ويخافون حتى من الخوف نفسه، ولكنهم للأسف لا يخافون من الله إلا من رحم ربه. تذكروا، من لا يخاف الله خافوا منه وابتعدوا عنه. فأمثال هؤلاء قادرين على فعل أي شيء مهما كان شره مستطيرا أو عظيماً.